اسعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام نشره اخباريه جديده والبدايه مع العلاوي. علاوي التدخلات الاقليميه والدوليه والاقصاء بيئه حاضنه للارهاب. فيان صبري نحترم قرار عبد المهدي في اختيار المناسب لوزاره العدل. ترامب أصبحنا مهتمين فعلا بأمريكا أولا محكمة باكستانية تقضي بالسجن سبع سنوات لرئيس الوزراء السابق نوا شريف في قضايا فساد ورجل في كوسوفو يطلق على ذئبه اسم ترامب تقديرا للدعم الأمريكي أهلا بكم إلى التفاصيل كشف زعيم تلاف الوطنية آيات علاوي أن أزمة الحكومة متعلقة بتدخلات إيران في العراق وسيكون من الصعب على رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي مدارات كل الخواطر والإرادات فيما أشار إلى الانتصار العسكري على تنظيم داعش ليس بحل ما لم نكسب السلم وسنواجه جيلا ثالثا من الإرهاب وقال علاوي المعضلة لا تتعلق باستكمال الوزارة أو عدم استكمالها المعضلة تكمن في الانقسام الحاصل في مجلس النواب بين القوى السياسية التي تتصارع فيما بينها على النفوذ والاستحواذ على مراكز القوة وأضاف علاوي ما زالت التدخلات الإقليمية والدولية المشينة وسياسات الإقصاء بيئة حاضنة للإرهاب كشف مجلس محافظة الأنبار عن قيام الجيش الأمريكي بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين في المحافظة وقال عضو مجلس المحافظة فرحان الدليمي إن الجيش الأمريكي أنشأ قاعدتين عسكريتين جديدتين على أرض خاوية بالمحافظة وأضاف أن القاعدة الأولى أنشئت في ناحية الرمان التابعة لقضاء القائم فيما أنشئت القاعدة الثانية إلى الشرق من مدينة الرطبة. وتمتاز الرطبة بموقع استراتيجي وسط الصحراء الشاسعه غربي الانبار وتشكل نقطه التقاء طرق رئيسيه قادمه من ثلاثه معابر حدوديه هي عرعر مع السعوديه وتربيل مع الاردن والوليد مع سوريا أكدت نائب عن كتلة الديمقراطية الكردستاني أن حزبها يحترم قرار رئيس الوزراء في ترشيح ما يراه مناسبا لوزارة العدل وقالت أن إفيان صبري إن عادل عبد المهدي قرر تنصيب القاضي نور الدين أدار وزيرا للعدل وكتلة الديمقراطي الكردستاني تحترم قراره مشيرة إلى أن كتلتها لا مشكلة لديها في اختيار عادل عبد المهدي لمن يراه مناسبا لوزارة العدل أكد نائب عن تحالف الفتح أن تحالف الإصلاح يحاول فرض إرادته على جميع الكتل السياسية، وقالت نائب ميثاق الحامدي إن تحالف البناء منح الكثير من التنازلات لتحالف الإصلاح لأجل تمرير الكابينة للبدء بتنفيذ البرنامج الحكومي، وأضافت أنه من بين التنازلات سكوت تحالفها على خرق الإصلاح في ترشيح وزراء سابقين مشيرة إلى أن الاتفاق السياسي يؤكد عدم ترشيح وزير سابق أو نائب حالي للوزارات قال عمر الفايس النائب عن تحالف البناء إن, إن هنالك خلل كبير وعلامات الاستفهام كثيرة في الموازنة ومن المهم إعادة النظر فيها وأن الموازنة بصيغتها الحالية ستدخلنا في دوامة جديدة تضاف الى دوامه استكمال تشكيل الكابينه الوزاريه وسندخل في نفق الخلافات والصراعات واضاف الفايز ان الموازنه لم تنصف المحافظات المنتجه للنفط او المحرره من داعش كما ان هناك خللا كبيرا في حجم الاقتراض الخارجي والداخلي اضافه الى نقاط كثيره عليها علامات استفهام ورفض واسع من الكتل السياسيه أكد أناب عن ائتلاف دولة القانون رفع جلسة البرلمان غير صائب وكان يجب استمرارها لمناقشة الموازنة والديون وقال أن أب كاظم الصيادي إن رفع جلسة مجلس النواب ليوم الثامن من الشهر المقبل قرار غير صائب وأضاف أنه كان لزاما استمرار الجلسات ومناقشة الموازنة وأخذ جلسة بخصوص استضافة وزارة المالية حول الديون في الموازنة وما يترتب عليها وما هي الفوائد المتحقق منها، وأردف قائلا كذلك استضافة وزير الزراعة ووزير الصحة بخصوص دخول آلاف الأطنان من البيض الفاسد ومناقشة صلاحية الدواء المخدر. واستضافه وزير التربيه بخصوص المناهج والاخطاء في ماده الرياضيات وكيفيه معالجه هذه الاخطاء ومحاسبه المقصرين أكد علي الضباخ الناطق الأسبق باسم الحكومة العراقية أنه ليس بوسع أحد أن يفكر بتعريض حكومة عادل عبد المهدي لسحب الثقة لأن الجميع يدرك أن الصعوبة تكمن في ترشيح شخص جديد لرئاسة مجلس الوزراء متوافق عليه مبينا أن القبول سيكون هو سيد الموقف وقد تعرض سلف عبد المهدي العبادي للامتحان ذاته وتم تطبيق التخوف ذاته على فكرة إقالته من منصبه وأشار الدباغ إلى أن تحديات المنافسين والخصوم السياسيين تبقى قائمة وحاضرة حتى في حالات النجاح حيث أنها تنشط لئلا يستحوذ القادم الجديد على جمهور انتخابي يزداد التنافس والصراع عليه بشدة بين الفرقاء السياسيين قال السكرتير عام الحركة الديمقراطية العشورية في العراق يونادم كنا في تصريح صحفي إن أعداد المسيحيين تقلصت بشكل مخيف حيث تم تسجيل نحو مليون وثلاثمائة ألف في سبعينات القرن الماضي من أصل 12 مليون مواطن في حين تم تقدير الأعداد المتبقية في الوقت الراهن بخمسمائة ألف مواطن مسيحي من أصل 38 مليون مواطن عراقي وأضاف كنا ان معظم العوائل المسيحيه هاجرت العراق خشيه ملاحقتها واستهدافها من قبل الارهابيين داعيا الحكومه العراقيه الى الاهتمام بشكل اكبر في قضايا الاقليه ومنحهم فرص العيش في سلام واندماج ضمن المجتمع العراقي كونه جزء اصيل كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن تسجيلها أكثر من عشرين ألف شخص مختفي قسريا داعيا الحكومة العراقية إلى الإسراع في معالجة الأزمة والكشف عن مصيرهم وقال عضو المفوضية علي الشمري في تصريح إن جميع الحكومات العراقية السابقة لم تتعامل مع ملف المفقودين بجدية رغم أهمية الملف وخطورته معبرا عن أمله في حكومة عبد المهدي بإعطاء أهمية لملف المفقودين والمختطفين موضحا أن المفاوضية تسلمت أكثر من ستة آلاف شكوى عن حالات اختفاء قسري في العراق استياء كبير من قبل الشارع الوسطي لمجالس المحافظات التي أصبحت عائقا لآلاف المشاريع الخدمية بسبب التناحرات السياسية ما بين الأحزاب مطالبين بالغاء هذه المجالس التي باتت تشكل عبئا على الشعب العراقي امان جاف معه التفاصيل. تتعالى الاصوات في اروقه مجلس النواب العراقي لاتباع عده خطوات اذا ما اراد تحقيق الاصلاح والقضاء على الفساد مؤكدين ضروره تعديل الدستور والغاء مجالس المحافظات وتقليص مقاعد البرلمان وانتخاب المحافظين بشكل مباشر. نضم صوتنا كمواطن واسطي الى الشرفاء والنبلاء داخل قبه البرلمان من اجل الغاء هذه المجالس والاستفاده من الاموال التي تصرف كرواتب وكمنافع شخصيه لاعضاء المجالس من اجل النهوض بالواقع المتردي للمواطن العراقي الشارع الواسطي كان له رأي في هذا الصدد بالأخص إلغاء مجالس المحافظات مؤكدين بأن هذه المجالس مجرد ساحة لتصفية حسابات الأحزاب والتناحر على السلطة والمواطن لم ير أي تطور إيجابي يخدم هذا الشعب ضامين أصواتهم إلى بعض أعضاء البرلمان العراقي داعين لإلغاء هذه المجالس التي شكلت عائقا لتنفيذ آلاف المشاريع الخدميه بسبب تجاذبات السياسيه والسلطويه محافظات الجنوب هي اهل الخير بالنسبه للعراق كل المنابع النفطيه موجوده داخل محافظات الجنوب ولكن اهل الجنوب لم يستفادوا اي شيء من هذا النفط ومن ثروته ونطالب المحافظات الجنوبية بخروج بتظاهرات كبرى لإلغاء مجالس المحافظات لأن مجالس المحافظات هي حلقة زائدة داخل المجتمع العراقي يتناحرون ويتعاركون ويتضاربون فيما بينهم ما جاءوا من أجل مصلحة المواطن العراقي وإنما كلهم جاءوا من أجل الأحزاب ومن أجل مصالحهم ومحافظات الجنوب مع الاسف محافظات تعبانه تعاني النقص العوز الفقر البطاله ازمه السكن تسول اطفال شوارع مدارس طينيه لا خدمات لا مستشفيات اعضاء مجالس محافظات ما جاي يفيدون ما جاي في دون المحافظة يعني هم عبارة عن هياكل قاعدين على الكراسي ما استفاد من عندهم الشعب لا خدمات لا شوارع بها خير لا سكن السكن عشوائي والحد هذه اللحظة أنه الشعب ما استفاد من أعضاء مجالس محافظات يعني غلطة إحنا انتخبناهم وجبناهم وقعدناهم على الكراسي لقناة زاقروز الفضائية ماجد جاف محافظة واسطة طلبت الإدارة المحلية لقضاء شنغال بتدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء تواجد المجاميع المسلحة الغير شرعية تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي من دهوك غسان خضر شنغال الأزمة القديمة الجديدة تعود مرة أخرى إلى الواجهة إذ طالبت اليوم الاداره المحليه لقضاء شنغال بتدخل الامم المتحده والمجتمع الدولي لانهاء تواجد المجاميع المسلحه غير الشرعيه المتمثله بميليشيا الحشد الشعبي وجماعات مسلحه اخرى تابعه لحزب العمال وكذلك قوات ايزيديه تعرف بقوات حمايه الزيد خان نطالب محافظ نينوى ومجلس محافظه نينوى للتدخل في شنغال لانهاء الازمه الانسانيه الموجوده هناك اهلنا يعيشون ظروفا سيئه على مجلس النواب العراقي ورئاسه الوزراء العراقيه ان تاخذ دورها في ذلك ان شنغال يتم استهدافها سياسيا واجتماعيا وقوميا وتتعرض لتغيير ديموغرافي، من الضروري إعادتها لإقليم كردستان. شعبنا لديه مطالبات منذ أكثر من أربع سنوات، ويريد من الحكومة الاتحادية أن تكون أكثر جدية في التعامل مع قضيته الإنسانية. إن الشنغال يتم استهدافها ونخشى ان تتعرض لاباده مره اخرى كما حصل معها سابقا. لذلك نريد ايصال صوتنا الى الامم المتحده والى المجلس النواب العراقي والى رئاسه الوزراء من اجل ايجاد حل لهذه القضيه. طالب مؤتمر اليوم الامم المتحده والمنظمات الدوليه الى العمل على اعاده السكان النازحين من القضاء. وسحب المجاميع المسلحه المختلفه المتواجده فيه وعوده قوات البشمركة الى المدينه وحمايتها بشكل مشترك مع الجيش العراقي بسبب سوء اوضاع المواطنين سواء من النازحين او العائدين الى القضاء خضر اهلا بكم من جديد طالب حسن العلاف النائب عن محافظه نينه ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى عقد جلسه استثنائيه مع مجلس المحافظه لبحث تداعيات الانسحاب الامريكي من سوريا مشيرا الى مخاوف اداره المحافظه جراء الانسحاب الامريكي من سوريا وقال العلاف إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجميع القيادات الأمنية مطالبة بعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة في مجلس محافظة نينوى لبحث تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا. وأضاف أن القوات الأمنية وضعت خطة متكاملة لتلافي الخطر الأمني في حال ترك فراغ أمني على الحدود السورية العراقية عقب الانسحاب الأمريكي. أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح أن طائرات إسرائيلية قصفت مواقع لحزب الله في الكسوة والدماس في محيط دمشق وأكد عبد الرحمن أن غارات إسرائيل استهدفت مخازن أسلحة ومواقع لحزب الله في ريفي دمشق الغربي والجنوبي من جانبها أفادت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ في محيط دمشق، وفي سياق متصل أعلنت تل أبيب استهداف طائرة تحمل شحنة إيرانية إلى سوريا، وذلك بالتزامن مع أنباء استهداف إسرائيل لمستودعات الذخيرة في العاصمة السورية دمشق. أفاد مصدر عسكري بعودة مركز التنسيق الروسي مع وحدة من الجيش السوري إلى مواقعهم في بلدة العريمة بريف منبج غربي شمال سوريا. بحسب الوكالات العالمية كما اتجهت فصائل تابعة للمعارضة السورية نحو الحدود الإدارية لمدينة منبج يوم أمس استعدادا لانسحاب القوات الأمريكية. والمعركة المرتقبة التي اعلنت عنها تركيا ضد الوحدات الكرديه وتشهد مدينه منبج في الشمال السوري حاله من الترقب والتوتر بعد اعلان واشنطن نيتها سحب قواتها من سوريا وتوجه رتل عسكري تركي الى الحدود الجنوبيه بولايه كليس التركيه اعتقلت قوات سوريا الديمقراطيه اكثر من 260 عنصرا من تنظيم داعش شرقي الفرات في الريف الشرقي لدير الزور اندسوا بين النازحين عن مناطق سيطره التنظيم الارهابي بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الانسان عن مصادر محليه. واكدت المصادر انه تم التعرف على معظم الدواعش المعتقلين بافادات من النازحين الذين ابلغوا عنهم وذكر ناشطون ان قوات الكرديه تجري عمليات تفتيش واسعه في مخيمات النازحين تحسبا لتسلل الدواعش. انطلقت احتجاجات في العاصمه تونس بعد وفاه صحفي عبد الرزاق رزقي الذي اضرم النار في نفسه احتجاجا على المشاكل الاقتصاديه في البلاد. وتجمع الناس في شوارع مدينة القصرين التونسية لتشيع جثمانه ونشر زر زرقي تسجيلا مصورا قبل أن يضرم النار في نفسه وصف فيه يائسا ودعا إلى الثورة وعرب عن إحباطه بسبب تفشي البطالة ووعود ثورة الربيع العربي في تونس عام 2011 التي لم تتحقق وقالت السلطات إن زرقي لقي حتفه متأثرا بجراحه في المستشفى وأثارت وفاته احتجاجات في القصرين تحولت إلى العنف، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق ورشقوا الحجارة، وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن عددا من المحتجين أصيبوا واعتقل آخرون. قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش فجر الأربعاء إن التنظيم أعلن مسؤوليته. عن الهجوم على وزاره الخارجيه الليبيه في طرابلس، وأضافت الوكاله أن ثلاثه من أعضاء التنظيم نفذوا الهجوم الذي وقع الثلاثاء، حيث قتل أربعه أشخاص على الأقل من بينهم موظفون حكوميون، وأصيب 12 آخرون في انفجار قوي هز مقر الخارجيه. ماركي دونالد ترامب مواطنيه ووسائل الإعلام المعادية له التي سماها بوسائل الأخبار الزائفة بحلول عيد الميلاد مشيدا بالإنجازات التي تحققت تحت شعاره أمريكا أولا وكتب ترامب عبر تويتر آمل في أن يكون عيد الميلاد سعيدا للجميع بمن فيهم أصحاب الأخبار الزائفة وتزامن العيد مع الإغلاق الحكومي الذي عطل عمل عدد من الهيئات والمؤسسات الفيدرالية الأمريكية وأضاف ترامب بلادنا بخير فنحن نحمي حدودنا ونعقد صفقات تجارية رائعة وجديدة ونعيد جنودنا إلى أرض الوطن في نهاية الأمر نحن بصدد الاهتمام بأمريكا أولا عيد ميلاد سعيد قضت محكمة باكستانية بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بعد إدانته بالفساد وأثار القرار حفيظة حزبه الذي قال إن القرار نقطة سوداء في تاريخ القضاء، واندلعت اشتباكات بين أنصار شريف والشرطة في إسلام أباد، اتهم شريف بحيازة أصول تتجاوز مصادر دخله، وألقي القبض عليه بعد إعلان الحكم. وكانت المحكمة نفسها قد برأت شريف بعد أن حكمت عليه بالسجن عشر سنوات في تموز الماضي على خلفية شراء شقق فخمة في لندن. وأفرجت عنه بكفالة في أيلول مع ابنته وزوجها استغل الملك الإسباني فيليب السادس خطابه السنوي بمناسبة رأس السنة ودعا إلى ضرورة التركيز على التعايش السلمي في البلاد وسط الانقسامات السياسية في إسبانيا بسبب تواصل الأزمة في كتالونيا ونشد الملك الإسباني المواطنين لتجنب الانقسام والعنف ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الأربعين لإعداد الدستور الإسباني وقال الملك متحدثا من قصر زارزويلا المحل الرسمي لإقامة العائلة الملكة إن التعايش في إسبانيا يتطلب من الجميع احترام الوثيقة العظمى المسمى بالماجنا كارتا وأضاف أن الدستور يحمي الحقوق والحريات العامة للمواطنين تغلبت مجموعة من السباحين المرتدين لقبعة سانتا كلوز على الأجواء الشتوية وغطسوا في بحيرة أورانكا ببرلين ضمن احتفالات رأس السنة كان درجة حرارة المياه ثلاثة درجات مئوية إلا أن ذلك لم يمنع أعضاء نادي برلين سي لاينز من القيام بغطستهم السنوية وقال بوريس بونوف العضو بالنادي إنه سواء كانت الشمس مشرقة أو كان المطر أو الثلوج تتساقط أو الأجواء متجمدة فلن يمنعهم ذلك من الغطس في المياه. النبو الأخير في نشرتنا هذه أطلق رجل في كوسوفو اسم ترامب على الذئاب التي يمتلكها تقديرا لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده ويقيم هايسني ريكس هارش وهو مزارع الباني في بلده اوسيك هاي الغرب بريستينا عاصمه كوسوفو ويربي الطيور والذئاب في حقله ويزعم انه اصطاد تلك الحيوانات بيديه المجردتين وقال انه يحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب لان الولايات المتحده فعلت لكوسوفو الكثير خلال حرب 98 الى 90 و... 99 مما دفعه ان يطلق اسم ترامب على احد ذئابه الاربعه. وجدير بالذكر انفصلت كوسوفو عن صربيا اثر تدخل الناتو الذي ادى الى انتهاء الحرب وحقن الدماء بين الصرب والالبان الانفصاليين. واعلنت كوسوفو الاستقلال عام 2008 وهو ما اقرته الولايات المتحده الامريكيه ومعظم الدول الغربيه. لكن صربيا وحلفائها لم يعترفوا بها مشاهدينا الكرام ختاما هذا تذكير بابرز ما جاء علاوي التدخلات الاقليميه والدوليه والاقصاء بيئه حاضنه للارهاب فيان صبري نحترم قرار عبد المهدي في اختيار المناسب لوزارة العدل ترامب أصبحنا مهتمين فعلا بأمريكا أولا محكمة باكستانية تقضي بالسجن سبع سنوات لرئيس الوزراء السابق نواز شريف في قضايا فساد ورجل في كوسوفو يطلق على ذئبه اسم ترامب تقديرا للدعم الامريكي زاغروس دوت المزيد من الاخبار والتفاصيل كانت معكم شيلان محمد وهذه احلى تحيه من كادر العمل الى اللقاء